beaucoup de travaux qui arrivent d'arriver là. Le chantier ouvert à toute Casablanca, wallah. Toute khidma وانا مع هاد البي اللي ما انتغس بارسو كي ما انتغس هي لا كوت ديفوار اللي تصافو مزيان مع المغرب سنغال وي هادو هادو اصدقاء المغرب وي دويرة 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 في الدار البيضاء. هذا صالون دو تي قيوم سميتها لو بان كوتيديان. والله ما عرفت شكون هو هذا اللي قال تطبيع اخويا والله ما شكون هو شكون نديرو عليه شي نديرو عليه شي سي دي اونتي اونتي كورغوليا شكون هو هذا اللي قال تطبيع ما تطبيع شي مغير شكون هو ويحمان وشكون هو ولا غالي ولا شكون عطا الله الحسرافه دابا تطبيع في اسرائيل حتى حنا مالنا حنايا في اسرائيل في فلسطين بزوج دولتين صافي دولة فلسطين ودولة يتعايشوا بزز منهم يتفاهموا حنا مالنا حنا شي يعرس شي يتهرس ولا مالنا حنا يا ماشي حنا اللي فارضين هاد الحرب هادي سي با لو ماروك مون امي سي لو موروكو سي موروكو اش حنا نخلصوا حنا ديما نخلصوا حنا راه حنا فرطنا في موريتانيا اكوز دو لا باليستين اكوز دو لا باليستين خلينا موريتانيا واحد يجي يفهم علينا دابا ما يمكنش اصاحبي او لا يعقل والله لا يعقل الحقوق شنو هذاك الغالي عاودي هذوك الشعبويين هذوك يقلبوا على يقلبوا دابا على الفلوس ديك فلسطين كلاو منها فلوس صحيحه ديك صحاب لك الداعمين للقضيه الفلسطينيه راه داروا لاباس علاش دابا واش دابا الملك غيشد ودار القدس غير باش يحيدهم من الطريق حقوق الانسان ما حقوق هذاك راه جاب الحقوق الانسان هذاك راه هذوك راه كيبغيو يعرضوا اي حاجه مغربيه هذاك هذاك راه كيتصاحب مع المهداوي وكيمجدوا الجزائر هذوك اصلا كيمجدوها ويمجدوا جنوب افريقيا ويمجدوا ايران يا ودي راه هاد الاعداء هادو راه هما اللي كانوا برزطوا الحسن الثاني الله يرحمه وبرزتو محمد الخامس باش بالخصوص الحسن الثاني باش قبل داك ترسيم الحدود اتفاقيه ترسيم الحدود ان كان مبرزط لداخل كان عنده تبرزيطه كبيره بغى يقاد المملكه بغى يحافظ على العرش ويحافظ على الورث اللي خلى ليه محمد الخامس الله يرحمه ايوا كانوا مبرزطينو وكان كيقضي معاهم في الاخر ما بغاش يخلي لولده المشاكل دار الالتيرنونس دار التناوب وكاع الاحزاب راه شدت الوزاره الاولى وكاع الاحزاب شدت البرلمان وكل شيء قضى الغرض والبلاد غاديه في سين وسلام وامن وامان ها ايوا هادو زعما راه كيديروا هذا الابتزاز باش ياخذوا المناصب العليا وياخذوا المكاسب الكبيره الناس دايرين راه لينا المغرب ما فيهش القمع كون كان فيه القمع وكان بزاف يدوي هكذاك تطبيع ما تطبيع تا اسرائيل راه قوة راه كاينة في الأمم المتحدة تحيدها أنت تحيدها أنت حيد الأمريكان حيد العالم راه روسيا مع إسرائيل والأمريكان مع إسرائيل وتركيا مع إسرائيل ومصر والإمارات الهند إيه الهند القوة النووية مع إسرائيل تقرب الإسرائيل جي الهند بعد راه زيفتو جنود من يعاونوا إسرائيل الهند العالم كله مع إسرائيل تا مالك اش تبقاو تقلبوا لنا على ميدي ا 14 قلنا لكم شوف الدنيا كي دايره ها انت شوف هادشي راه ما طاحش من السماء هادشي